يا مرحبا، إسلامي كوان هاي إيردروب جديد إن شاء الله راح يوزعون قريب جدا. هما قالوا في الديسكارد أول بلوكشين إسلامي، راح شو طريقة تسجيل فيه في الإيكو سيستم، عندك كل شي موجود كذلك داخل على مننت. راح نشوف الطريقة مع بعض في هذا الفيديو، يلا بينا على الشرح. فقبل البدء لا تنسوا دعم الاشتراك وتفعيل زر الجرس، تابعوا قنواتي التليجرام التحديثات، كذلك عندي الديسكارد المنظم، تعال على الديسكارد انضم معي. وبعد ساعة من الآن راح أطلع معكم لايف لأي سؤال تريدون بخصوص الأدروبات حق الأسبوع. فيلا بينا على الشرح. أول شي راح نشوف نيوز بيتكوين حاطة مقالة عن إسلامي كوان وشو يعني من المميزات حق هالبلوكشين هذا، مجمع تقريبا 200 مليون دولار من الداعمين الخاص بها، كذلك عندهم في تويتر خاص بهم أزيد من 1 مليون متابع. فأنصحكم بالدخول للمشروع هذا أو الشبكة هذه، وكذلك إسلامي كوان فحلو جدا ومبادرة حلوة إذا كان الشخص هذا عربي أو أجنبي، المهم مبادرة حلوة. فالطريقة التسجيل كيف؟ فأولا راح نشوف الإيكو سيستم الخاص بهم، إذا ضغطنا عليها هنا الوايت بيبر والتوكس الخاص بهم، فبخلي كل شيء عندك هذا داخل، وكذلك السوشي سواب اللي نعرفها، كذلك هوليداي سواب وتاتوم، كذلك والباك ناين وبي تو بي ونفتا. أوكي، كل هذه الإيكو سيستم اللي راح نجربها بعدين، مش الآن، ولكن الآن الضروري هو هي تحميل المحفظة، كذلك نجرب الشيل الخاص بهم. فأنا أوريدي دخلت لي الفوسيت الخاص بهم، سويت كليم توكن. ضروري تسوي كليم توكن لأن هذا شبيه بالفوسيت حق أبتوس اللي كنا سوينا زمان، ممكن هذا يأهلك في الإيردروب. كذلك راح يعطينا 1000 من القطعة الخاصة بهم، كذلك الجيت هاب ضروري تنضم للجيت هاب وتربط. راح نشوف كيف طريقة، نبتدي من أول وجديد عشان الناس الجدد. فعندك هنا الميتا ماسك، راح تربط الميتا ماسك الخاص بك، تمام. وعندك الجيت هاب، راح تسوي لوجن بيد الجيت هاب الخاص بك وننتظر لحظات. طبعا هو راح يضيف لك البلوكشين، البلوكشين هو هذا، في عنده التست نت، اوكي هذا هو التست نت، وعنده المان نت، فهذا هو المان نت خاص بهم، راح نضغط عليه راح تحصل عندي رصيد. طيب فانت، انا لازمني 24 ساعه عشان اقدر اسوي كليم، انت راح تحل كاباتشا وتسوي كليم، راح يجيك المبلغ 1000 على التست نت. فالمنت اذا تريد العمله حق المنت راح تسوي كوبيها بهذا الشكل وتروح على الديسكارد، وعندهم الفوسيت، فراح تيجي هنا تختار تريد فوسيت من، يعني الشبكه الرسميه الخاصه بهم، يعني الشبكه الحقيقيه، تضغط بهذا الشكل تسوي اسباس وناخذ عنوان محفظتنا ونرجع ونبعث بهذا الشكل. اوكي، ننتظر لحظات. اوكي، يقول لي خلاص تم الارسال، فنشوف اذا راح يوصلنا ولا لا. بالنسبه للمنت هذا هو وصلني. بخصوص التست نت، الان راح نجرب الموقع الرسمي بالتست نت ونجربه على المنت، نشوف اذا راح يشتغل معنا على المنت. اوكي ما اشتغل، مش مشكله. فعندنا الشيل هاك الخاص بهم، راح اسوي كونكت المحفظة الخاصة بنا وميتا ماسك وننتظر لحظات. راح يبين معك المنت والتست نت، هما مسوينها تست ديك. اوكي، راح نضغط على بهذا الشكل، وبعدها سويتش نتورك لانه احنا نريد نجرب الموقع، وراح يبين معنا احنا على 1000 قطعة اللي اخذناها، وبعدها راح نسوي ستيك وراح يبين معنا الفاليداتور اللي موجود حاليا، راح نختار اول واحد او ثاني واحد انت لحسب. راح تسوي ديليجيت، تنتظر لحظات، ونسوي مثلا كونفيرم اوت كم، ممكن نعطيه 500 قطعة، نسوي كونفيرم. اوكي، ننتظر لحظات ونشوف كم راح يخصم معي. فيريفاي بابليك كي، ونعطي ساين، ننتظر لحظات، وبعدها ننزل تحت. اوكي، وساين. اوكي، ديليجيت سكسسفولي، لازم ينخصم معي وبين معي confirmation. اوكي، نخصم، تمت العملية بنجاح. فراح تبين معك بهذا الشكل، طبعا راح تجي بعدين راح تسوي reward، تسوي claim reward هنا بعدين مش الآن. احنا سوينا التست في الموقع الرسمي خاص بهم كل شيء، ننتقل الى المنت ونشوف اذا ممكن نشتغل على المنت الآن او لا، ولو بالمبلغ هذا اللي معانا. طبعا نضغط على stake ونختار اي واحد مثلا هذا، ولكن ما راح يعطيني لانه لازم اكثر، يعني المبلغ يكون اكثر من اللي موجود عندنا، فالمنت مش شغال. راح نشوف كيف طريقة بعدين مع بعض. المهم اهم الخطوات اللي سويتها تسويها معي الان، تنضم الى الديسكارد وتندم على الجالكس وتندم على
الجايد. طيب الآن ننتقل إلى طريقة الموبايل. ركز معي، أنا فقط راح أتكلم عن طريقة الموبايل. راح تحمل المحفظة الخاصة بهم حق الموبايل، راح أراويك كيف تحملها. هذه هي محفظتهم. أوكي، راح تختار أنت أب ستور ولا جوجل بلاي. فإحنا راح أنا عن نفسي جوجل بلاي. أنت شوف، لما تحملها راح يعطونك 12 كلمة تخزنها في ورقة وقلم، وبعدها راح تيجي تسوي هاي الخطوات اللي موجودة عندي على التليجرام. أوكي، create account and process. راح يبين معك أول ما تدخل، راح يبين معك كليم نام. راح تحل الكاباتشا، البوز هي الكاباتشا، وبعدها راح تنتقل إلى مانتلي راف، راح تاخد التيكت، وبعدها راح تسوي فاليداتور ستيك. عادي جدا، هاي خطوات حق الموبايل سهلة جدا. ما عندي يعني كيف أشرحها، ما عندي البرنامج حق ربط الموبايل. أوكي، لو توفر معي تابعني على التليجرام وأنشر لك كيف الطريقة على التليجرام. المهم عندنا كذلك الديسكارت لازم تنضم له، عندك الجالكس كويست ضروري جدا. فالجالكس اوريدي انا سويتها، هنا يقول لك فيزيت هاك واليت داونلود بيج، راح تسوي فيزيت وراح تسوي اوكي. هنا فيزيت واليت جايد، راح تسوي كذلك فيزيت وتدخل له وتشوف. هنا فيزيت، كلهم فيزيت فيزيت، هنا تنضم للديسكارت وخلاص. طبعا اذا رحنا على الديسكارت الخاص بهم راح نحصل، لما نشوف حق الايردروب راح يقول لك the team plan airdrop to reward for early supporter and welcome new member community. راح يكون airdrop للناس اللي تعمل الاوائل على حسب الاهلية اللي راح تكون او الشروط الخاص بالتيم. طبعا هاي من السيبورت يعني من الدعم. فتمام، اشتغلوا عليه. كذلك في الجايد، راح تدخل للجايد راح يقول لك ضروري الشروط هذه، you have verified your Islamic coin server، كذلك تكون complete captcha valid until 1 year. captcha هذه يعني لازم يكون حسابك تقريبا في الديسكارت حلو قديم جدا، كذلك يكون عندك العديد من ال يعني من الريورد. او هنا في الداشبورد راح تحصل البين. اوكي، الجايد بين لاند بورد، العديد من البين. لما يكون هنا بين لازم تسويه يعني ترانزاكشن او كريم حق البينات اللي تكون دايما هنا، دايما اخبركم اياها، يعني يكون عندك عدد محدد، يكون حساباتك حق الديسكارد قديمة وتويتر قديم شوية وهكذا، عشان تكون انت valid يعني تكون complete كاباتشا. هاي الكاباتشا حق الجايد يعني، غير كده لا. اوكي، كذلك هذه لسه ما دخلت لها، لازم يكون عندي على تويتر تويتر يوزر نيم هاي العلامة. راح نروح على تويتر خاص بي، هذا هو تويتر. راح نروح على البروفايل، يقول لك على اليوزر نيم لازم يكون تكون هذه العلامة، فراح نحط العلامة اللي طالبين هم. اوكي، حطيناها. وبعدها يقول لك على البيو، اوكي بيو يكون هذا الهاشتاج مع الماكسي. اوكي، نشوف على الله نحط. تمام، وبعدين سيف، ننتظر لحظات ونرجع الى هنا، نسوي ريكونت تويتر، ننتظر لحظات. هنا يعطي authorization app. اوكي، you are being addicted. اوكي، فبالعلامتين الخضراء اوكي انه successfully. باقي لنا لازم ناخد الرول حق نوبيس رول. فكيف راح ناخده؟ راح نشوف نوبيس رول كيف ينخاد. هنا راح نيجي هنا ونبحث على نوبيس رول، نوبيس، ونشوف ما فيش. اوكي، نروح على general discuss how to get novice role please help admin. طبعا اذا رحنا هنا راح تحصل لي guide member، اعطوني الرول حق guide member وال verify. باقي لنا novice role، ننتظر لما يرد علينا الادمن ونشوف. فتمام، هنا يقول complete، ها رد عليه admin يقول لي how to get a role, complete the hack expansion company on galaxy and get novice role. لازم نروح على الجالاكسي ونكمل المهام. طبعا المهام نشوف اذا موجود انا novice ولا لا. فهو قصده النوفيس هذه هي موجودة، احنا سوينا الكلمة. طيب ليش ما اعطانا لحد الان؟ هذه هي كلمة، فاخذناها competition expansion مثل ما خبرنا. نروح يمكن نسوي ريفرش لهنا ونشوف اذا ممكن يقبلها ولا لا.
فبقيت على نفس الحال. المهم إذا رد علي أنا خبرت سويت كومبلين، لأنه إحنا سوينا كليم الآن إلى في الجالاكسي خاص بهم، هذه هي مسويين كليم. فإذا رد علي راح أخبركم بعد ساعة من الآن، راح أكون لايف. وبهذا الشكل نكون خلصنا شرحنا اليوم. أشوفكم على خير فيديوهات لاحقة، مع السلامة.